يشرفنا ويباركنا وجودنا في ضيافة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني للمرة الثانية. نقبل أيادي سيدنا الحبيب. أهلا وسهلا يا نشوى. أولا بنشكر نيافتك على أن نيافتك سمحت لينا بحديث شيق للمرة الثانية وخدنا من وقت نيافتك الثمين. لا احنا سعداء بيكو. ربنا يخليك يا سيدنا. واحنا مكملين يا سيدنا وبنحتفل بعيد الإبراشية الثامن وعيد صيامتكم صيامة نيافتكم الثامن، حابين يا سيدنا نقول نيافتك إلى منتهى الأعوام. كل سنة متشكر خالص، ما تحرمش أبدا، ربنا يخليك. ربنا يخليك لنا يا سيدنا. سيدنا حابين نسأل، وإحنا في الاحتفالات دي حابين نسأل ونعرف حاجات كتير قوي يا سيدنا. أول سؤال حابين نوجهه لنيافتك، إيه هي المشاكل اللي بتواجه العائلات القبطية عندنا هنا؟ وإيه هي نصيحة نيافتكم ليهم؟ وإيه هو دور الكنيسة اللي بتقدمه في حل المشاكل؟ هو طبعا المشاكل بتختلف من عيلة للأخرى حسب ظروف كل أسرة، من أسرة للتانية يعني. لكن عامة المشكلة الأساسية اللي بتقابل معظم العائلات القبطية عندنا هنا هو تربية الأبناء، أبناء الجيل التاني في المجتمع الغربي اللي احنا عايشين فيه يعني. خاصة إن المجتمع الغربي يعني في موازين مختلفة عن الجيل الآباء والأمهات اتربوا عليها في بلادنا في مصر. ف يعني في المجتمع هنا مثلا في حاجات المجتمع ما بيعتبرهاش خطية، البيت بيعتبرها انها غلط وخطية. المجتمع مثلا له تقديرات مختلفة، حاجات كبيرة يشوفها انها صغيرة مش كبيرة، بالعكس ممكن يعتبرها جزء من ثقافة المجتمع مثلا يعني. فمن هنا بقى بيحصل الخلاف بين الجيل الآباء والأمهات وبين الجيل الثاني من الأبناء. لذلك أنا بنصح دايما إن إحنا أبنائنا من الجيل الثاني إحنا نربيهم في حضن الكنيسة، نرميهم يشبعوا بكلمة ربنا ويشبعوا بالحياة الروحية يتعجنوا في جو الكنيسة الجميل الصحي النقي، وما نخافش عليهم بعد كده لو خرجوا للحياة بره، بيبقى عندهم القاعدة الأساسية في السلوك وفي الحياة وفي التفكير بعد ما بيتبنوا في الكنيسة بناء روحي سليم، ما بنخافش عليهم بره. فأنا نصيحتي إن الآباء والأمهات يحرصوا بكل شدة إن أبنائهم يرتبطوا بالكنيسة، يرتبطوا بمدارس الأحد، بعد كده يرتبطوا باجتماعات الشباب، ينتموا للجيل اللي بيتربى جوه الكنيسة. شكرا سيدنا. سيدنا حابين نعرف كيف يتعامل نيافة الأنبا أرساني مع المشاكل؟ في الحقيقة في المشاكل أنا يعني بحط ثلاث نقط أساسية في التعامل مع أي مشكلة يعني بنمر بيها هنا في مجتمعنا في الكنيسة. أول حاجة إن لما بتحصل مشكلة بيبقى في شخص ما مخطئ، وبعض أحيان هناك أصوات تنادي إن هو لازم ياخد عقوبة، فبقول آه صح، أي إنسان أخطأ لازم عشان يتصلح، مش هيتصلح إلا لما ياخد عقوبة، صح، ولكنه في نفس الوقت محتاج إنه يشعر إن إحنا اتسامحنا معاه. فإذا كان الكتاب المقدس وصانا إن إحنا نسامح أعدائنا فما بال بأبنائنا، فبعد ما نعاقبهم ونقدمهم الرب برضه نسامحهم على أخطائهم ونقبلهم ما نرفضهمش. الحاجة التانية إن أحيانا في بعض الأحيان بيبقى صعب التواصل مع الإنسان المخطئ اللي عمل المشكلة، فببتدي أدور على حد يكون قريب لي، حد يكون هو بيسمع له، وأبعته إن هو يبقى حلقة وصل ويجيبه عشان نقدر نتكلم معاه ونتعامل معاه، فبدور على حد وسط يقدر يتدخل يعني.
الحاجة الثالثة، أنا عندي إيمان عميق إن أي مشكلة في الدنيا مهما كانت بتبقى ليها قمة، لكن ليها يعني زي هرم كده بيعلى وبعدين بيوطى. فأي مشكلة يعني افرض مثلا حصل سوء تفاهم بين شخصين، هل هيفضلوا بقى طول عمرهم ينقروا في بعض ويتخانقوا مع بعض؟ ما ينفعش. لازم يجي وقت الحاجات دي تتصرف وتنتهي ونجد وسيلة للتفاهم. إذا كانت الدول بتجد وسيلة إنها تتفاهم مع بعضها يعني وتعمل معاهدات صلح وسلام وتعيش في أمان وصلح بينها وبين بعض، ما بالك إحنا كأفراد يعني المفروض إن إحنا يبقى في سلام بيننا وبين بعض. يعني نيافة الأم بأرساني بيفصل ما بين الإنسان المخطئ والابن، ابن الكنيسة اللي هو لازم يحرص على إنه يكون عايش في سلام نفسي وسلام جسدي. طبعا طبعا. يعني مرة سألني أحد الإخوة بيقول لي الناس اللي أخطأوا دول إزاي أنت ما أديتهمش عقوبة صارمة وبتاع؟ قلت له لو كنا أديناهم عقوبة صارمة وطردناهم مثلا ولا قطعناهم ولا عزلناهم وإلى آخره كان زمانهم في الشارع. صحيح. لما نشكر الله النهاردة هم لسه في الكنيسة وصلحوا نفسهم لما لقونا يعني سامحناهم وكده. فيعني برضو لازم يبقى في سلام بيننا وبين بعض يعني. ربنا يخليك يا سيد. سيدنا احنا بينا اكيد تعاون بيننا وبين كنيستنا الغالية في مصر. ايه هو التعاون اللي بيقوم بيه كنيستنا هنا ما بينها وما بين كنيستنا في مصر؟ احنا عملنا اتبنينا مشروعات خيرية كتير في مصر. آخر مشروع احنا مشغولين بيه ان احنا بنسعى على تطوير احدى القرى في محافظة سوهاج. بنتبنى القرية دي وصوفية الخدمات تولت ان عملت لنا مشروع على 3 سنين. كل سنة بندعم المشروع بمبلغ وعلى نفس المبلغ على مدى 3 سنين، وفي مقابل ذلك الصوفية عاملة لهم بقى برنامج من 9 مواد بتطور بيهم حياتهم بحيث انها يعني تطور مجتمع الصعيد ده تحوله الى مجتمع معاصر للولاد وللبنات يعيشوا ويفكروا باسلوب معاصر. جميل يا سيدنا، تعيش وتعمل. ربنا يخليك. ايه هي يا سيدنا الرسالة اللي تحب يوجهها نيافة الأم بأرساني للمجتمع الهولندي؟ عايز اقول حاجة، ان المجتمع الغربي هنا بنى حضارته العظيمة الحضارة الأوروبية العظيمة دي بناها على اساس ايمانه المسيحي. لما نتبع التاريخ المعاصر للقارة الأوروبية نجد ان الحضارة بتاعتهم اتبنت على دين الرهبان المسيحيين. لما الاكتشافات والتطور اللي حصل في الحياة والثورة الصناعية إلى آخر يعني. بس طبعا أخيرا ابتدت الحضارة تاخد اتجاه مادي، فطبعا ابتدوا ينسلخوا من الدين ويتجهوا للحياة المادية. فعايز أقول إن الحضارة دي عشان نحافظ عليها لازم نرجع للإيمان. لذلك أنا يعني أوجه رسالة للمجتمع الهولندي إن هو يرجع تاني يعيدوا التعليم الديني في المدارس. يعني ليه المدارس الكاثوليكية والبروتستانتية اتشال منها التعليم الديني؟ خسارة. صحيح يا سيد. زائد كمان المفروض يهتموا بمعمودية الأطفال. يعني ليه يحرموا الأطفال من المعمودية؟ يعني أنا بشبه المعمودية بمعمودية الأطفال ببني إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر زمان، أكيد كان معهم أطفال. صحيح. هل قالوا الأطفال دول مش عايزين يخرجوا من مصر عايزين يقعدوا في مصر وسابوهم ومشيوا؟ ما ينفعش، خدوا الأطفال معاهم. فمفروض نعمد الأطفال ولما يكبروا بقى هم يحددوا إذا كانوا هيستمروا في الإيمان أو يعني كل واحد عنده حرية إرادة يعني. صحيح يا سيدنا، هم بيتأخروا في الموضوع ده يعني. خسارة. كلاما منهم ان هم يعني مش عايزين يجبروا حد على ايمانه، مع ان زي ما نيافتك قلت لو كانوا سابوا ولادهم في يعني بعد ما خرجوا من مصر وسابوا ولادهم في مصر ما كانتش بقى كانوا فيه ضاعوا منهم. بالظبط، ما كانش في بقى اسرائيل ما كانتش كملت. شكرا يا سيدنا على معلومات نيافتك الجميله. سيدنا احنا بنقابل ان الكنيسه حاليا
فيها شباب بيجوا من للمهجر، شباب جداد بيجوا الكنيسة هنا، ايه هو الدور اللي بتقوم بيه الكنيسة انها تساعد الشباب اللي جاي لنا جديد مهاجر من مصر؟ النيو كومرز اللي بيجوا من جداد من مصر بنهتم بيهم، بنرحب بيهم، نمرة واحد. نمرة اتنين بنعمل لهم إرشاد، يعني بنساعدهم على إن هو يتعرف على البلد أكتر ويعرف طبيعة الحياة هنا شكلها إيه. بنعمل لهم دروس في اللغة، يعني نعمل زي تعارف بينهم وبين اللغة الجديدة اللي هيتكلموها. بنعمل لهم خدمات طبية أحيانا، بنعمل لهم خدمات ترجمة لو احتاجوا، بنديهم نصايح وبنرعاهم يعني روحيا. ومنهم بقى اللي بيتعثر في النواحي إنه يبتدي حياته كده، برضه نحاول نشجعه ونحاول ندعمه بحيث إن هو ينجح ما يرتدش يعني كده. جميل قوي يا سيدنا، يجعل أبواب الكنيسة دايما مفتوحة. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. سيدنا احنا عندنا هنا مركز ثقافي قبطي جميل، حابين نعرف ايه هو الحاجات او الخدمات اللي بيقدمها المركز القبطي الأرثوذكسي في هولندا؟ المركز الثقافي القبطي الهولندي ده عبارة اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، عبارة عن مجموعة كبيرة من الأنشطة. عبارة عن في كنيستين كبار، كنيسة أبو سيفين وكنيسة القديس أبانوب اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، وبعدين كمان في قاعة احتفالات كبيرة بتستخدم في أغراض متعددة، كمان في مجموعة من القاعات المجهزة للشباب وللأطفال بتوع مدارس أحد برضو بيستفادوا منها، وبرضو في المركز هنا مركز للإعداد الفنيين، يعني بيعلم بعض المهن للسيدات والرجال عشان يهيئهم ممكن يطلعوا يشتغلوا بره مثلا بعض الأعمال اليدوية وكده هوت. كمان عندنا في المركز برضو في جزء كامل عبارة عن سكن للطلبة، لأن مدينة أمستردام فيها جامعتين كبار ففي احتياج لسكن للطلبة. برضو المركز الثقافي فيه بيت للضيافة، فيه مرافق، وفي كانتينا، وفي نادي طول أيام الصيف بيبقى مفتوح. فهو بيقوم بدور كبير جدا في رعاية الناحية الثقافية والاجتماعية لشعبنا. جميل يا سيدنا، بيقدم خدمات حلوة قوي قوي. نيافة الأنبا أرساني متحدث جيد للغة الهولندية. بحاول يعني. حابين يا سيدنا نرجع شوية لورا ونعرف ازاي سيدنا اتعلم اللغة الهولندية وايه هي الحاجات اللي علمته اللغة الهولندية. يعني طبعا انا اتعلمت من مصادر كتيرة، وطبعا كنت باخد درس، كان في مدرس مخصوص بيجي يعدي عليا مرتين في الاسبوع يديني حصة 4 ساعات، وكان عشان اذاكر اللي خدته لازم اذاكر كمان 4 ساعات. ولكن مش قادر انسى ابدا ان اول درس خدته من طفل صغير كده، انا مش فاكر هو مين طبعا دلوقتي، لكنه كان كنت انا لسه جاي ليا ايام وبعدين عاوز اتعلم اي حاجة، فخليته يعلمني الارقام 1 2 3 وكتبها لي، وقعد يقول لي ABCD كده هوت. فكان ده أول تعارف بيني وبين اللغة، يعني عملت تعارف جيد مع اللغة. وبعد كده ذاكرت بقى على سنوات طويلة، يعني قعدت سنين طويلة المدرس ده بيعدي عليا، حتى لما خلصنا كورسات عديدة بقيت أحرص إن أنا أخد منه درس، مثلا نقرأ مع بعض الجرايد، نقرأ قصص، نقرأ حاجات مفيدة يعني. نيافة الأنبا أرساني مجتهد وكمان متواضع ان يخلي الطفل يعلمه. ده واقع. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا سيدي.
نعرف جيدا ان نيافة الانبا ارساني هو عاشق للفن القبطي والايقونات القبطية، وسيدنا كمان بيحرص دايما على الاهتمام برسم الايقونات القبطية وجودها في الكنيسة. وحابين نعرف يا سيدنا ليه اهتمام نيافتك كده، وايه هي اهمية اخلك الايقونات او الفن القبطي في كنيستنا الارثوذكسية القبطية؟ شوفي، انا عايز اقول حاجة. الفن القبطي ده فن رمزي لاهوتي وفن يميز الكنيسة القبطية عن اي كنيسة تانية، وهو فن شعبي، وهو في نفس الوقت تطور للفن الفرعوني القديم، استمر مع الأقباط في الكنيسة القبطية. والميزة فيه ان هو اولا مفرح، يعني دايما تبص تلاقي صور القديسين اللي يرسموها في حالة فرح، حتى لو القديس شهيد وبيتعذب لكن فرحان. يعني شوفي قديس أبا نوب اللي احنا قاعدين في ضيافته، تلاقيه طفل صغير وفرحان ورغم انه كان بيتعذب. صحيح. وبيتقطع. يتميز الفن القبطي مثلا ان يرسموا العينين واسعة، ودي ليها معنى رمزي جميل، ان القديس ده شايف حاجات احنا مش شايفينها وبيتطلع. وبعدين لازم تبص تلاقي باصص لقدام، ما تلاقيش حد باصص لورا ولا على جنب ولا لانه باصص للملكوت، باصص للحياة الأبدية، باصص للمستقبل. وبعدين لما يصور القديس يصور او الايقونة القبطية تلاقيها ليها طول وليها عرض، مفيش البعد الثالث اللي هو بيجسم المواقف. يعني الفن الإيطالي مثلا يرسم اللوحة كأنها لقطة بيصوروا مسرحية، يعني لقطة في مسرحية مثلا، ناس بتأدي أدوار. لا، الفن القبطي مش كده. الفن القبطي يصور حالة، عبارة عن الدرس. الفن القبطي عبارة عن شرح، عبارة عن درس، عبارة عن تعبيرات لاهوتية، عبارة عن وسائل إيضاح للكتاب المقدس. أدي الفن القبطي، خدت بالك؟ فيعني أنا شفت إن الفن القبطي دي حاجة جميلة تستاهل إنها تتحب، وبهي حاجة تميزنا عن بقية الكنائس. يعني أنا هنا بشوف جنبي الكنيسة السريانية، وجنب الكنيسة اليونانية، الكنيسة الروسية، كنيسة كل طوائف الأرثوذكس حوالينا. طيب لو المصلي دخل عندي شاف نفس الأيقونة اللي شافها عند غيري، طب يعني ماذا يميزني أنا؟ كيف صحيح. أحافظ على الشخصية القبطية؟ وإحنا كنيسة محافظة، يعني إحنا بمعنى إيه؟ مثلا أنا لابس لبس معين وبأطلق اللحى، ومن يوم معرفتيني وأنا بهذا المنظر وهظل بيه للأبد. صحيح. لا مش للأبد يعني لأن احنا كنيسة محافظة. صحيح. ما احناش بنعمل اللي يعجب الناس. فيعني ايه كنيسة محافظة؟ الشخصية القبطية نحافظ على ايه؟ اي هوية. صحيح. اي ثقافة بنحافظ عليها، عبارة عن اللغة، عبارة عن الموسيقى، عبارة عن الفن. دي الحاجات اللي بنحافظ بيها بالهوية بتاعتنا. الموسيقى احنا بنحافظ على ألحاننا القبطية، اللغة بنصلي بيها في الكنيسة. صحيح. وبنحفظها لأولادنا في مدرسة أحد. فضل بقى الفن القبطي نحييه ونحافظ عليه. تروحي تزوري كنايسنا القديمة في مصر القديمة وفي المعادي وإلى آخره وكده، تلاقي الفن القبطي الجميل المبدع، خدت بالك؟ فهي رسالة، أنا شاعر إن دي رسالة احنا لازم نحافظ عليها. احنا نحيي الفن القبطي، ان احنا نحرص على ان كنايسنا تبقى مرسومة بهذا الفن الجميل، ونقدمه للعالم كله، والعالم كله يشوفه ويحبه ويعرفه. جميل قوي يا سيدنا الشرح ده، يعني نيافتك شرحت لنا الفن القبطي في كلام جميل، هو مبسط فعلا، بس فعلا الفن القبطي ده حياة. طبعا ده من اجمل القصص.
ان في دير السوريان في رسم حائطي للست العذراء بترضع السيد المسيح من ثدييها. فاذكر نيافه الانبا سيرابيون موتران لوس انجلوس في مره كان معاه احد اللاهوتيين الغربيين، فخدوا قصاد هذا الرسم الحائطي وقال له شوف اللقباط رسموا الصوره دي قبل الاوروبيين ما يرسموها بازمنه طويله، ودي تثبت ان احنا اللقباط ان احنا نؤمن بتجسد المسيح بانه كان انسان عادي صحيح اتولد ولاده طبيعيه كان بيرضع من ثدي امه كاي طفل. لان بعض الطوائف تتهمنا ان احنا اطاخيين، اطاخيين يعني نؤمن بلاهوت المسيح بس وليس بتجسده. فقال له هذه اللوحة تثبت أننا لسنا أطاخيين. صحيح يا سيدنا فعلا. فالفن الابتلاهوت وعقيدة وإيمان وتاريخ. احنا عرفنا دلوقتي ليه نيافة الأنبا أرساني عاشق للفن الابتي. سيدنا حابين نبارك لنيافتك على فريق الكشافة اللي اتعمل جديد في أمستردام، وحابين نعرف إيه كانت فكرة فريق الكشافة في الكنيسة القبطية. هي الكشافة نشاط بيساعد على تربية الشباب وعلى تنمية روح الجماعة فيهم وعلى إعدادهم للقيادة وتولي المسؤوليات. والحقيقة دي ما هياش غريبة على الكنيسة، لأن الكنيسة بتهدف أنها تدوب المجموعة كلها في فريق واحد، وبتهدف أنها زي أبائنا الرسل. أبائنا الرسل دول كانوا يعني أقرب مثال للكشافة، يعني كانوا مجموعة كبيرة لكنهم كانوا فريق واحد وكانوا بيعملوا رحلات التبشير. صحيح. حاجة زي الكشافة كده. فمن هنا إحنا اهتمينا بأن إحنا نعمل فريق للكشافة. ساعدنا في حاجات كتيرة الحقيقة. كان الهدف منه إن إحنا نعطي فرصة للشباب انهم يعبروا عن الطاقات اللي موجودة فيهم. طبعا مش كل الشباب بيحب يخدم في مدارس الأحد ويحضر دروس ويفتقد لآخر هذه التفاصيل، فبعضهم عنده كاباسيتي ان هو ينظم ويشرف ويتعب ويشيل ويحط ويجهز ويوضب ويعمل. في ناس عندها موهبة في هذا الأمر، يعني في الحاجات الإدارية ديت يعني. فاستفدنا بهذا النشاط ان احنا اكتسبنا عدد كبير جدا من الشباب اللي يعني كانوا مش لاقيين حد يسأل عليهم، سألنا عليهم وجبناهم، وظهر فيها بوضوح الاهتمام بالفرد. يعني ابتدينا ندور عليهم واحد واحد وجبناهم وشجعناهم انهم يدوبوا في وسط المجموعة ويبقى ليهم وجود. ويمكن ظهر بوضوح جدا شغلهم في أثناء فترة الكورونا لما كانوا بيساعدونا في النظام في الكنائس والتباعد المتر ونص عن كل تاني وأثناء طابور المناولة وأثناء الانصراف، وعملوا لنا أنظمة جميلة في القاعات الكنائس بتاعتنا، وكانوا واقفين معانا كل قداس بيساعدونا على النظام. الحقيقة يعني ظهرت ثمرة مبكرة لخدمتهم ولتعبهم. يعني نقدر نقول ان فريق الكشافة سيدنا اتعمل في وقت فعلا الكنيسة كنا محتاجة فيه له. طبعا ونرجو انه يبقى قدوة لبقية الكنائس. يعني احنا اتخذنا المبادرة هنا في امستردام، وده نموذج بقى نحب ان احنا نطبقه في بقية الكنائس ان شاء الله. يا رب يا سيدنا. سيدنا ربنا ما عندوش صدفة، وأكيد يا سيدنا لما ربنا عمل الكنائس هنا في أوروبا أكيد كان ليه هدف. إيه هدف أو دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا؟ هو يعني أنا يقيني أن الكنيسة القبطية بتشهد للمسيح. يعني دورنا في مجتمع ابتدى يبتعد عن ربنا كتير ان احنا نفضل كنيسة تعلن عن حيويتها وعن قوة ايمانها بالمسيح. صحيح. سواء في كنيسة ككنيسة كمنظمة، يعني انها
نشيطة وحية وقوية في الوقت اللي فيه الكنائس هنا في الغرب بتنكمش زي ما انت شايفة، صحيح، أو سواء في حياة الأفراد، يعني لما بيشوفوا مثلا أبناء الكنيسة منتظمين في الحضور وبيقعدوا قداس مثلا بيقعد ساعتين ثلاثة وهم واقفين يصلوا ويشاركوا في الخدمة وفرحانين، سواء في أيام الصوم الطويلة يمارسوا الانقطاع والصوم في ال... في... 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 في الكنيسة. أذكر في إحدى الكنائس أول ما ابتدينا الخدمة في البلد ديت عزمنا العمدة بتاعت البلد، جه العمدة حضر معانا القداس مرة، واتضح انه راجل متدين، كان متدين جدا، كان مواظب على الحضور في كنيسته يعني. وبعدين لما حضر عندنا اول حاجه لفتت نظره وجود عدد من الشباب والاطفال في القداس، وقال الانطباع بتاعه، قال انا متاثر جدا ان انا شفت حاجه زي كده، ان في كنيستنا ما عادش في. واذكر ايضا ان هو انبهر اكتر لما لقانا عملنا الشاشات المضيئة ديت اللي هي التلفزيونات في الكنيسة، قال إن في كنيسته كان لازالوا بيوزعوا عليه نشرة نبذة كده. كان عايز أقول إن العمدة ده فيما بعد من حبه في الكنيسة إنه انضم للكنيسة عندنا، لأنه فكر إنه عايز يتناول، فقلنا له لازم تبقى عضو في الكنيسة، فبقى عضو وبقى بيصلي معنا في الكنيسة. من حب الناس في الكنيسة هو الرجل تأثر بهذه المحبة واندمج معانا وعاش معانا. فالكنيسة شاهدة للمسيح بحياتها بأبنائها بإيمانها، هتظل الكنيسة القبطية شاهدة للمسيح في كل مكان. يعني كنيستنا منارة في كل بلد أوروبية موجودة في لا شك. طبعا طبعا طبعا. سيدنا حابين نسأل نيافتك، هل كنيستنا هنا لها علاقات مسكونية؟ طبعا. هو عايز أقول لك على حاجة، العلاقات المسكونية على مستويين، في مستوى مركزي بين الكنيسة القبطية في مصر وبين الكنائس الأرثوذكسية والغير أرثوذكسية الأخرى، دي بيقوم بيها المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا ولجنة العلاقات المسكونية في المجمع، ده على مستوى كبير. يعني احنا هنا بسبب وجودنا وسط الكنائس المسيحية فاحنا لينا على مستوى المحلي بتاعنا لينا علاقات بالكنائس المسيحية الأخرى. احنا عضو في مجلس كنائس هولندا، والمجلس ده ممثل فيه كل الكنائس المسيحية، وفي نفس الوقت لينا تكوين اجتماعي مع الكنيسة الكنائس الأورينتال اللي هم الأرثوذكس الشرقيين القدام، الأورينتال اللي هو السوريان والأرمن والإريتريين والأثيوبيين، ولينا أيضا تنظيم اجتماعي آخر مع الكنائس البيزنطية في في عشان رعاية السجون. واحنا دائما الالتقاء مع بعضينا وتنسيق التعاون والعمل بيننا وبين بعض هنا على مستوى المحل الصغير بتاعنا. طب بمناسبه يعني الاهتمام بالسجون او الانشطه دي، هل كنيستنا ليها حاجه معينه ان احنا بيبقى عندنا خدمه معينه للناس الموجوده في السجون؟ طبعا طبعا. عندنا احد الاباء الكهنه مسؤول عن رعايه السجون، بيروح يزور السجون، لو لقى أي حد أرثوذكسي أو أي حد ناطق بالعربية بيخدمه، يعني بيساعده كده. جميلة سيدنا، بركة كبيرة. سيدنا احنا مش حابين نختم مع نيافتك، بس حابين آخر سؤال يا سيدنا ناس كتير هتبقى محتاجة تعرف عنه. حابين نعرف يا سيدنا، هل كنيستنا أو كنيسنا هنا بتتلقى آخلك مساعدات من أو دعم من الهيئات الهولندية؟ وهل احنا واجهنا مشاكل ماديه ككنيسه؟ السؤال ده جميل قوي. شوفي احنا لم نتلقى اي مساعدات ماديه من اي هيئه كنسيه او اجتماعيه في هولندا خالص، واخده بالك؟ وانا احب اقول هنا بكل فخر وبكل تواضع ايضا
وبكل شرف ان الكنائس القبطيه اللي الاقباط اسسوها هنا في هولندا كلها اسسوها بمجهودهم الفردي، لم نتلقى مساعدات من اي احد. لكن برضو مش قادر انسى الخدمات والتسهيلات اللي قدمتها لنا الكنيسه الكاثوليكيه. برضو انا اذكر بالعرفان بالجميل ان احنا يعني عايز اقول ان احنا اتولدنا في احشاء الكنيسه الكاثوليكيه، كانوا بيقدموا لنا كنايسهم نصلي فيها ونفتقد شعبنا فيها طبعا عن طريق الايجار. وفيما بعد لما بقينا نشتري منهم الكنايس كانوا يتنازلوا عن جزء من ثمنها في مقابل انهم يسهلوا لنا ان احنا نشتريها. فما اقدرش انكر هذا الجميل. لكن يعني عايزه اوضح نقطه اللي هي هل لقينا صعوبات ماديه؟ كنت لسه هسالني يا سيدنا. هو عايز اقول حاجه ان برضو انا اعترف بمعونه ربنا لينا، يعني ربنا افاض علينا خيرات كتيره ما كناش نحلم بيها. واقرر امام الملائكه والقديسين واشهد ان احنا عمرنا ما نوينا نعمل اي مشروع واثر معانا في الناحيه الماديه. جميل. والخير بيجي لما بنعوزه، يعني لما نبتدي في فكرة جديدة توصل ربنا يبعت الخير. جميل. بالأمانة يعني. لكن لم نتلقى أي مساعدة. الناس بتهيأ لها في مصر وهنا أحيانا يعني بيجي لنا مساعدات من بره إطلاقا. عمرنا ما حد ادانا حاجة يعني. إحنا يعني عايشين في خير ربنا بيفيض علينا من خيره من حيث لا نعلم يعني. يعني هو ربنا اللي بيدينا كل الخير يا سيدنا. نشكر الله. طب حابين نعرف موقف يا سيدنا يعني نيافتك تذكره، ان حصل موقف محتاجين نشتري اي كنيسه وربنا اتدخل في الموقف ده. ايه ده بقى، ده حديث قد يطول الى ساعات طويله جدا. احنا كل كنائسنا اللي اشتريناها كانت عباره عن ان احنا بنحس بالاحتياج لوجود كنيسه لرعايه المنطقه ديت. وبعدين بنبتدي الفكرة نروح المكان ده هو ونجمع الناس ونبتدي نخدمهم ونصلي بيهم. بعد فترة بيحسوا بالاحتياج ان المكان اللي بيأجروه ده يعني مش مكفيهم والوقت قليل، وعايزين عيالنا يحضروا مدارس احد وعيالنا كبروا بتوع ايه، فعايزين مكان خاص بينا. فنبتدي نصلي ونبتدي نطلب ارشاد ربنا، وربنا يرشدنا وينقلنا المكان. ولما نلاقي المكان نتشفع بأحد القديسين يبقى صاحب المكان ونطلب معونة ربنا. لما ربنا بقى بتبقى له إرادة وعايز يحقق إرادته فينا بيكمل المشروع وبيكمل. هو سر يعني، أنا مش قادر أوصف إيه اللي بيحصل، لكن بقول ان هي معونة ربنا اولا واخيرا هي اللي بتسند الانسان. لكن ما اقرر تاني القول اني لم نحتاج مرة الى دعم مادي وربنا اتأخر عننا في اي حاجة. يعني نيافة الانبا ارساني شاف في كل كنيسة ويوم الدير معجزات من معجزة المعجزة. كل مكان له معجزة خاصة بيه. ربنا يخليك يا سيدنا. مش حابين يا سيدنا ننهي، بس لازم ننهي اللقاء في النهايه. سيدنا احنا بنشكر نيافتك كتير قوي قوي على يعني ان نيافتك بتدينا وقت جميل وبتدي الناس كمان وقت جميل وبتعرفهم على كل حاجه في كنيستنا القبطيه جزء بجزء. متشكرين خالص يا سيدنا. انا اللي بشكركم على الحديث الجميل دوت وعلى تعبكم في المركز الاعلامي. ربنا يوفقكم ويبارك حياتكم. ربنا يخليك يا سيدنا. احنا المتشكرين خالص يا سيدنا. شكرا.